اخر اخبار منتخبنا. ايمن مساء الورد عليك. الزميل العزيز ابراهيم عبد الجواد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، من هنا من داخل فندق اقامه منتخبنا الوطني، وبعد التاهل العصيب والدراماتيكي من هذه البطوله التي اجمع الكل انها بطوله مجنونه، كم من الاثاره والمتعه. كنا بنشاهد لقاء الجزائر وموريتانيا مع لاعبي منتخبنا الوطني، وعدد من مشجعي المنتخب الجزائري ايضا كانوا متواجدين، وحزن شديد لا تتخيله وسط اشاده الكل بالمنتخب العربي الموريتاني، واحد من اكبر مفاجآت هذه البطوله. النهارده كنا على موعد رحيل ووداع اثنين من اهم طبعا لاعبي منتخبنا الوطني، محمد الشناوي في تمام الخماسه كانت طائرته متجهه الى اوروبا وبالتحديد المانيا لتحديد كيفيه التعامل مع اصابته في الكتف طبعا اللي شخصها دكتور محمد ابو العيله بعد الفحوصات اللي اجراها محمد الشناوي انها خلع في الكتف، وبالتالي سيغيب محمد الشناوي عما تبقى من لقاءات مع منتخبنا الوطني. وبعد لحظات يعني طياره محمد صلاح هتكون في تمام الساعه 11 بتوقيت ابيجان، ايضا متجه بقى عادا الى ليفربول من اجل محاولات تجهيزه على امل ان يعود الى لاعبي منتخبنا الوطني مره ثانيه. النهارده كان يوم حر للاعبي منتخبنا الوطني، ما فيش اجبار على التواجد في التوقيتات اللي كانوا ملتزمين بيها من بدايه المعسكر، بقى توقيت الفطار الغداء كل هذه التوقيتات، ما كانش ايضا في تمرين على ملعب فيليكس ملعب جاردان بوتانيك عفوا، الملعب اللي بيتدرب عليه منتخبنا الوطني دائما منذ قدومه الى ابيجان، كان في تدريب استشفائي للعيبه اللي خاضت لقاء كافيردي، وتدريب بدني في الجيم للعيبه اللي لم تاخد لقاء كافيردي. بعد كده كان في يعني تجمع للعيبه خارج فندق الاقامه لتناول وجبه العشاء في احد المطاعم اللبنانيه الموجوده هنا الى جانب فندق الاقامه لكسر الملل بقى والروتين المعتاد منذ قدوم البعثه الى ابيجان. وبعدها اتكلم صلاح مع اللعيبه ودعهم، وقبلها طبعا محمد الشناوي قبل ما يمشي سلم على كل اللعيبه اللي كانت متجمعه هنا في فندق في بهو فندق الاقامه، واتمنوا للشناوي طبعا السلامه والشفاء وان يعود كما كان قويا باذن الله. ايضا محمد صلاح اتكلم مع اللعيبه، حثهم على تقديم افضل اداء ممكن، وقال لهم انكم بتلعبوا باسم منتخب بلدكم، شرف لينا كلنا ان احنا نمثل منتخبنا الوطني، وانكم باذن الله قادرين ايا كان مين مش موجود، انا الشناوي ايا كان اللي موجود يسد وزياده، وكل الثقه في المجموعه المتواجده من اللاعبين. الموعد اللي هيغادر فيه منتخبنا الوطني ابيجان الى سان بيدرو لم يتم تحديده بعد، طبعا هناك تواصل مع الكاف، لابد اولا من مغادره المنتخبات اللي موجوده في سان بيدرو. عايز اقول لك سان بيدرو ما فيش مكان لقدم، في تواجد اعلامي مغربي مكثف، وفي معاناه شديده من كل الاعلاميين المصريين اللي موجودين في كوت ديفوار عشان يلاقوا مكان اقامه في سان بيدرو، ولكن المنتخب بيحاول ان هو يطيل مده اقامته في ابيجان، لان هنا الدنيا افضل بكتير جدا من الوضع في سان بيدرو، واقصى تقدير ان يسافر منتخبنا الوطني متجها الى سان بيدرو يوم 26، اسوأ التقدير يوم 25 عشان يبتدي اقامته هناك، على امل ان شاء الله الا يغادر ابيجان فيما بعد، لان منتخبنا في حاله ان تخطى اللقاء اللي هيخوضه امام ثاني مجموعة المغرب المجموعة السادسة، هيعود بعدها بإذن الله في دور الثمانية لأبيجان، وكلنا كلنا أمل وطموح أن المنتخب بعد كده يكمل في أبيجان دور الثمانية قبل النهائي إلى النهائي بإذن واحد أحد، وكل التمنيات والدعوات بالتوفيق لمنتخبنا الوطني. من أبيجان تعود الكلمة إلى الزميل العزيز إبراهيم عبد الجواد، تفضل. أيمن متشكر ليك على كل هذه التفاصيل، وعايز أعرف منك هل بعد ماتش امبارح اللي حصل بقى في الكواليس بتاعه الماتش، يعني اللقطه بتاعه النني، هو فيتوريا كان بينزل النني في الدقيقه دي، كان ايه اللي حصل وكان بيقول له ايه؟ وعلى الجانب الاخر اللقطه بتاعه الفار، احنا شفنا رجاله منتخب مصر بالجهاز الفني بالجمهور كان هينزل رايح لحكم الفار، ايه اللي حصل في الكواليس دي؟ لقطه الهدف الثاني بتاعت مصطفى محمد واحده من اقصى اللحظات اللي يعني عدت علينا كلنا كمحبين لمنتخبنا الوطني، ما بالك اللعيبه. انا كنت متواجد الى جانب الاربع لعيبه المستبعدين من القائمه بكل التاكيد، الى جانب الجهاز الاداري، وعايز اقول لك ان يعني انا شايف ان في
اللغط او الناس عندها بعض اللخبطه شويه. اللي انا شفته داخل ارض الملعب ان الحكم لم يحتسب الهدف في البدايه، هو كان بيشاور على مكان لمس مصطفى محمد الكره، هو كان الحكم كان شايف اللي هي هاند بول، ومصطفى واغلب قائمه منتخبنا الوطني اتجهوا معاه للاحتفال بالهدف. البعض الاخر ادرك ان الحكم لم يحتسب الهدف بعد، وفيتوريا نفسه عايز اقول لك انه اول مره اشوف فيتوريا بيتفاعل وبيجري. يعني فيتوريا مش من المدربين اللي يعني حركتهم ممكن تكون تقيله شويه، لكن بعد الهدف ده من كم الضغوطات وكم الحماس اللي كان عندنا كلنا شفناه بيتجه، وصل لغايه رايه الكورنر، اللعيبه كملت ما قدرش ان هو يكمل معاهم. بعدها ادرك ان الحكم لم يحتسب الهدف وانه احتسبوا لمسه يد على مصطفى محمد. في اللحظات دي كانت بقى تبادل النظرات والكلام ما بين اللعيبه اللي على الدكه وصلاح محمود حماده، احمد سامي واحمد الشناوي. وصلاح شاور للعيبه اللي على الدكه ان النتيجه ما بين غانا وموزمبيق هدفين لكل فرقه من الاثنين، اهدوا يا جماعه، تمام الحمد لله ايا كان الهدف احتسب ام لا، لكن عشنا لحظات على اعصابنا حتى احتسب طبعا حكم اللقاء الهدف. بعد كده طبعا كانت النهايه والسيناريو الحزين وتعادل منتخب كاف فيردي. يمكن انت بتتكلم على لقطة النني وكلامه مع فيتوريا، كلامه مع النني وامكانية الدفع بيه في التوقيت ده. النني ما اعتقدش ان هو نزل في النهاية، ويمكن فيتوريا كان بيفكر ان هو على سبيل تضييع الوقت وقتل الجيم، لانك في النهاية ادركت ان التعادل في مصلحة منتخبنا الوطني. كنا طبعا في مخاوف انك لو الحكم طول الوقت بعد الهدف الثاني لكافيردي ان المنتخب ممكن يكون في مخاطر ان يخش فيك هدف ثالث، وحتى لو كان استقبلت شباك منتخبنا الوطني يعني بعض الشر لا قدر الله هدف ثالث كان المنتخب هيتأهل في النهاية. لكن عايز اقول لك ان لحظات كانت صعبة وعصيبة جدا جدا على الكل. وبعد ما جينا هنا عايز اقول لك الموظفين هنا داخل فندق الاقامة الايفوريين احتفالات لا تتخيلها، اعتقد الفيديوهات كانت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا سعداء جدا بلاعبي منتخبنا الوطني، واللعيبة اندمجت معاهم ورقصوا بعض الرقص الحاجات بقى الطقوس الافريقية. لكن عدد كبير من اللعيبة لم يكن سعيد بالنهاية، يعني أحمد حجازي واحد من أكتر اللعيبة اللي كانت غاضبة جدا ولم يكن راضي تماما عن أن يتعادل منتخب كاف فيردي بالسيناريو ده، حتى بيتكلم أن يعني يا جماعة احنا الطبيعي ان احنا كنا نعتمد على النتيجة بتاعتنا، ملناش علاقة بلقاء غانا وموزمبيق، وماذا لو كان منتخب غانا كان تفوق وانتهى اللقاء بالشكل ده كان هيكون سيناريو قاسي علينا جدا. لكن اللعيبة اتفقت ان خلاص احنا هنرمي كل اللي فات، وهم شايفين ان البطولة مليئة بالمفاجآت، ان مفيش فرقة كبيرة فرقة صغيرة، الخريطة داخل القارة السمراء اختلفت تماما، فهم مدركين ده وعارفين ان ايا كان الخصم اللي انت هتقابله لازم ان انت تاخد الجيم بمنتهى الجديه. الزميل العزيز ايمن مصطفى، كل الشكر ليك على كل هذه التفاصيل وكواليس لقاء الامس امام كاب فيردي وما سيحدث ان شاء الله خلال الايام القادمه، وتفاصيل واروقه معسكر منتخب مصر اللي بنتمنى له ان شاء الله يا رب كل التوفيق.